كاميرا سفيان جريد. وكنظن بان الفرق الاولمبي ما جاش باش يحقق شي نتيجه من الدوري هذا، جا باش يقلب على باش يكمل الاستعدادات ديالو اللي بدا فيها من اول شهر سبعه ولحد الساعه حنا غاديين في المسيره اللي كي المدير التقني ديال الفريق العاب السي عبد الهاديس كيتيوي. اللي نقدر نقول لك هو ان احسن حاجه فيهم هو الانسجام، وهذا هو اللي عطى الاكل ديالو في هذه المباراه، ونتمنوا من المباريات الجايه اللي يقدموا اللاعبين احسن مستوى. وإليكم فيما يلي نتائج اليوم وبرنامج الغد لدوري أنتيفي.